صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل عنده زكاة مال وله قريب يريد الزواج. نعم. يقول صلى الله عليكم: رجل عنده زكاة مال وله قريب يريد الزواج وهو فقير، هل يصح أن يصرف له الزكاة؟ وهل هي صدقة وصلة رحم؟ إذا كان فقيرا فيعطى ولو كان ما هو متزوج، يعطى لفقره. إذا كان يريد الزواج هذا يؤكد أنه يدفع له. نعم.